الكاش اون ديليفري، السكري ديال الكاش اون ديليفري، واخر ما غنات فهمتي بزاف. تقول لك الشركه امانه عيانه، هادي عيانه، هادي عيانه. القضيه دي نبارطاجيها في هذا اللايف هذا. ما قلتش انا امانه عيانه، ما قلت حتى شي شركه عيانه، ما جربتهمش شخصيا باش ندوي عليهم، باش نحط هذه النقطه هذه حتى هي مهمه. ما جربت حتى شي شركه في هادو. ولكن نقول لك شنو حنا كيفاش كنخدموا، فهمتي؟ الكاش اون ديليفري، فهمتي؟ نبقى ندوز النقط نقول فيهم داكشي اللي مهم، فهمتي؟ الكاش اون ديليفري، بزاف الناس كتشكى من امانه، كتشكى من الشركه، كتشكى من الشركه هادي. اللي نقول لك راه يا خوان في الكاش اون ديليفري سيميو تخدم الناس ديالك، كلشي كلشي الصاد، كلشي كيقلب على شي شركه دير ليه السيرفيس. وممكن تخدم، ممكن تحسب شحال خلصتي ديك الشركه مثلا في الشهور اللي فات، ممكن تخلصها، ممكن تحسب ديال هادي، تشوف شحال مثلا في مراكش خسرتي معاها، شحال خسرتي معاها في كازا، غتلقى اكثر من واحد 2500 درهم ياك. وديك 2500 درهم مثلا انت كتخسر 5000 درهم في الشهر اي على كازا باش تشيبي لك امانه. نفترضوا هذا المثال هذا، هادشي ديك ال 5000 درهم اللي كتخسر مع امانه في الشهر، مثال اي مثال، ما عارفش كل كيخسر 12000 درهم، كل كيخسر 2 مليون، كل كيخسر 10 المليون، كل واحد شحال كيخسر. 5000 درهم، 5000 درهم غادي تضربها في 12، تضربها في 10، ضربها في 10، ضربها في 12 60000 درهم، هي 6 المليون. 6 المليون شاريه لك واحد تريبورتور ومخلصه لك واحد خونا ب 2500 ولا 3000 درهم ويمشي يشيبي لك في كازا. سي ميو تزاد عليك الضغط تجيب واحد اخر، تزاد عليك الضغط تجيب واحد اخر، سي ميو تخدم الناس ديالك اصاحبي. لا خدمتي ناس ديالك، هادي كون حتى العلاقه بينك وبينه، ماش كيدير خونا ديال ما عرفتش نسميوه امانه، مع كامل الاحترام الامانه وكاع الشركات، اش نسميوه واحد خونا ديال واحد شركه شيبينغ في نظرك شنو كيدير؟ اجي مشى يجوك في قدام الدار ديال خونا، اجي يقول له هاو السلام عليكم انت كاين؟ يقول له لا انا ما كاينش، اجي يقطع التليفون ويجي يشري في حاله، ما يبردش معاه صاحبي راسو. اجي يمشي يبغي يوصل له يقول له هاو السلام عليكم فينك؟ انا خشيت الشمع نصلي اجي نرجع دابا، الله يعاون، اجي يقطع التليفون ويجي يزيد في حاله، فهمتي؟ دونك الصاط الا كان موظف ديالك وكتعطيه هذيك 2500 درهم وكتعطيه 5 درهم ولا 10 درهم على التوصيله، وسميو 10 درهم على التوصيله، راه حسن لك من امانه 10 درهم على التوصيله، حتى لو وصل الا ما وصلش ما كيتخلصش، اجي يموت معاك داك خونا، فهمتي؟ لانه اجي يولي يشوف 2500 دايره في جيبو، هذوك ديال كتكوفري ليه الحياه ديالو باش يبقى هو يعني سيرتو، هذه مهمه في الحياه، ما تحاولش تخلي ديما الكوميسيون هي اللي خدامه، فهمتي؟ ماشي ما كايناش الكوميسيون بوحدها، كاين خاص تكون عاطيه الكوميسيون، خاص ولكن في نفس الوقت عاطيه واحد الصالير باش يكون ضامن داكشي ديال الحياه ديالو، يكون مرتاح هو، ما يكونش صاحبي فهمتي تيفكر تقول ناري باش نخلص الكرا، باش نخلص الماء، باش نخلص الضو، هادشي خاص يكون فريوم صاحبي الواحد معاك. الا ما كنتيش كتخلص ليه هادو على حساب المدينه، يقدر في خميسه تخلص لبنادم 1600 2000 درهم، يقدر الا كنتي في كازا خاص تخلص واحد 2500 3000 درهم، تكوفري ليه بعدا واحد الكرا والماء والضو شي شويه باش يعتق، فهمتي؟ ودير معاه واحد الكوميسيون، فهمتي؟ ديال وشجعو يضرب الكوميسيون اصاحبي، ماشي تقول اه يا ناري هذا ولا كيوصل 30 باكيج في النهار ولا كتجي 6000 ريال في النهار، اه يا ناري ولا هذا تيوصل 50 ولا تجي 10000 ريال في النهار ولا تجي مليون ونص في الشهر، اه يا ناري راه ولا كيضرب اكثر من انجينيور، اجي نحيد ليه الكوميسيون. صافي ما خاصش تكون عندك هذه العقليه، هذه خاص تكون عندك العقليه ديال كتسيبورتي عباد الله، فهمتي؟ الا بان لك كيضرب مليون ونص كتفرح كتقول مزيان، وتمشي تجلس معاه تقول له الصا درتي مليون ونص هذا الشهر هذا، اه انا ما باغيش منك مليون ونص، باغي منك جوج، غادي نزيد كل كوموند، غادي نزيد، تيبان لك ان عندك واحد الطاقه استيعابيه اكثر، اه راه اصلا كنخدم كذا 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 وتنحس براسي كيبقى عندي الفارغ، نزيدك نولي نعطيك 60 باكيج في النهار، اه تقدر تسيبورتي 65، صعيبه الاخوان انا كنقول هاد الارقام، لحقاش حنا عندنا الناس ديال الشيبينغ ديالنا 40 50 في النهار هي اللي كيسيبورتيو، انا كنقول لك يقدر الا طحتي في شي مدينه صغيره وكانوا عندك دوك مدينه كبيره وكانوا عندك بزاف وكتقسم بلي زون، كتقسم داكشي بلي زون، غتكون القضيه ساهله، غادي يمشيو يوصلوا لك، فهمتي؟ كل واحد مثلا المدينه هي هادي كبيره، انت مقسمه، انا عرفتش كازا، انتوما احسن مني في كازا، انا ما عمري كبرت في كازا ولا
فهمتي ما فاهمش كازا بزاف ماشي بحال كنت مراكش غنقول لك قسمه سيديوس بن علي جيليز دواري زيكي المسيره بوحدها حتى صافي غادي نحط لك ديك الخريطه ديال الشيبينغ ديال مراكش شنو غادي يكون طريفه كازا ما عرفتش تحطوها سعين السباع كدا طان 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 طان. المهم ولد كازا دي قدو ديك الخريطه احسن منه وتكون موسعهم بالمناطق كل واحد كتعطيه منطقه غادي يكون كيوصل بالسربه. واحد في كازا كامله صعيبه كازا كازا كبيره انا شخصيا بالطوموبيله تيجيني الملعب ملي كنضرب من عند 17 السفارات الامريكان تقريبا من القنت للقنت فهمتي كنكفر كنشعل سيرتو مع السحام والطاجيج تمايا هنا الصاد اللي جيتي حسب شويه ديال 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 الحساب اجي تتخلص كذا كذا في العام اجي تجيب واحد خونا وغادي تقطع لي تريبورتور والتريبورتور غادي تحسب ليه دوك المانتونونس ديالو ولكن فيه شي مشكل ماشي تيوصل للمشكل عادي تقاد المشكل باقي طاري فهمتي المشكل يلاه تيبان شويه واحد المره في كل مده كيمشي كيدار ليه المانتونونس تيتقاد داكشي باش ماشي تيوقف عاد تمشي تقاد وتولي خاسر واحد 3 ايام 4 ايام باش تقاد. المهم شوف خونا ما دخلش في هادشي اجي تلقى شي خونا احسن مني وحسن منك في هادشي كاينين الناس اللي كيمانجيو هادشي كاينين الناس اللي التخصص ديالهم هادشي اخوان بالمناسبه انا باقي باغي نرجع نكمل قرايتي وسيميو بحال هكا فهمتي الموضوع اللي تبع هذا هو تقريبا الباك. المهم الاخوان شخصيا باقي نكمل قرايتي ولكن سيميو حتى خرجت لسوق العمل وشفت شنو طاري في سوق العمل وشفت كل شيء شنو طاري وفهمت وعرفت شنو اللي خاصني بالضبط خاصني بالضبط في البيرود الجاي في حياتي خاصني نزيد نفهم اش كيتسمى اللوجيستيك كيفاش طاري كيفاش خدام النقل المشاكل ديال كاين بزاف ديال المشاكل حاليا في النقل فهمتي الا جي حل غير شويه منا اجي ولي مليونير واي نوت بليونير يعني فهمتي خاصني نرجع نقرا النقل خاصني نرجع نقرا اللوجيستيك اون جينيرال. قلبت ديجا لقيت دي فورماسيون في كازا لا ليسونس في كازا على خاطر وقفت في لا ليسونس لقيت واحد لا ليسونس مزيانه لقيت واحد الماستر مزيانه قلت اوكي ما خسرت والو وبالويكاند رجع نقرا بالويكاند واحد لا ليسونس في اللوجيستيك تمشي تقرا داكشي اللي انت باغي فهمتي داكشي اللي غادي يفيدك في حياتك. بحال انا جيت لقيت واحد الحاجه محتاجه في الحياه حنا كندويو على الكاش اون ديليفري كلشي كيتشكى الكاش اون ديليفري الاخوان راني عييت الكاش اون ديليفري عيان الكاش اون ديليفري الامانه عيانه كدا عيانه الصاد قلب على سوليسيون شويه خدم معاك شي واحد خدم معاك جوج خدم معاك ثلاثه خدم معاك واحد في كازا من بعدا بان لك في الرباط زيد الرباط بعدا بان لك شي حاجه زيد شي مدينه اخرى دير معاك ناس كيوصلوا لك اصاحبي. تنبلوكي كاع اللي تيكتب المفيد لان فريمون كنبارطاجي المفيد عا شي خوت تيجي دابا تيفيدك شاد الشاد الصاد فريمون كنفهمك ماشي فهمتي كنفهمك انت ما كيفيدك شاد الشاد الصاد انت ما تيهمكش الشيبينغ وكذا والتصيفط وهادشي ولكن كاين واحد الناس اخرين بالنسبه لهم هذا هو المفيد يقدر انت المفيد ديالك هو ندوي في لي جو ما نكونش عاوتاني حاقر لهاد الدرجه هادي نقول لك ندوي في لي جو نقول لك ندوي في شي مواضيع كتهمك فيسبوك ادز ولا كذا ولكن كاين شي ناس تيهمهم هاد الشيبينغ كيهمهم هاد الصداع اخوان فريمون باقي الاسئله بزاف الاذان دابا جي ودن كنسمع الاذان بعيد ولكن هو عما قريب غادي نسمعوه هنايا الاسئله باقيين بزاف كان واحد السؤال ديال شنو ندير بعد الباك كان واحد السؤال المقارنه عافاك بزاف ماشي واحد مقارنه بين تركيا والمغرب واحد قال لك خويا جاتني الجرين كارد وخدام 7000 درهم بزاف الناس جاتهم الجرين كارد غير هذا فهمتي الجرين كارد و 7000 درهم واش نجلس خدام في المغرب ب 7000 درهم ولا نمشي ندير الجرين كارد ونمشي للامريكان خويا ننصحك حتى انت بالزربه باش تمشي فحالك اخويا الجرين كارد سير خذ الجرين كارد وسير للامريكان الا خدم الا كنت خدام حاليا ب 7000 درهم تقدر عاوتاني ترجع للمغرب وتخدم 7000 درهم ولكن سير اخويا للامريكان شوف الامريكان جوتو السوره دي تستافد حتى الا مشيتي للامريكان وما عجباتكش سي ميو تمشي للامريكان وما تعجبكش وترجع للمغرب ولا تبقى في المغرب وتبقى تعاود واحد الديسك حياتك كامله ديال واصات كان جاتني الميريكان وما بغيتش نمشي يطرى لك شي موقف مع اي واحد بوليسي اداره كذا باك مك يقدر تقول هذا الموقف صاد مزيان انا اللي جاتني الميريكان وما كنتش مشيت ما بقى باش ما بقاش حياتك كامله كتسفد سيفادي سيميو تمشي للميريكان قدر تعجبك يقدر ما تعجبكش كل واحد انا شخصيا ما نعيش في امريكا حتى تشوفوني الاخوان كنمشي للميريكان كنهرب كنجي في حالي كنمشي للميريكان كنهرب نجي في حالي نعيش في تايلاند ما نعيش في امريكا نعيش في ماليزيا حتى هي كنبغيها ما نعيش في امريكا نعيش في اندونيسيا ما نعيش في امريكا كنكره امريكا ما كنحملش امريكا المعيشه عزيزه عليا الامريكان البيزنس البيزنس امريكان وار القوانين في امريكان زوينه بلاد القانون فهمتي يعني اوكي ما يقدر ما يعجبنيش اي واحد نقول ما تيعجبنيش اوباما هكا ما تيعجبنيش نقول ما تيعجبني ولكن مليطرالي فهمتي امريكان اوكي زوينه من هذه الناحيه
ولكن اصطات من جيت نعيش فيها نعيش فيها وات ذا فاك انا نعيش في امريكا انا صاحبي فهمتي كتحس داكشي ما كايناش ديك الحلاوه ديال الحياه فهمتي كتحس كلشي سيستيم وبروسيس ودوز تخلص الطاكس سيستيم وبروسيس ودوز تخلص الطاكس سيستيم وبروسيس ودوز تخلص الطاكس صادق كتجيني الامريكان فهمتي يعني داك البيرود اللي كندوز فيها كنحيدها من حياتي انا شخصيا ما عرف امريكان زوينه كما قلت للخدمه الا كنت زعما باقي نخدم ولا ما كنتش خدام في الانترنت ما كنتش عارف الاي كوميرس كاين ومكدا مشى صافي نخدم في الامريكان لاقش اعلى مردوديه غادي تبان وغادي ترد لي الفلوس وغادي يبانوا عندي فهمتي غادي اجي نبني واحد راس المال هو الامريكان ندوال اخوان واحد جوج اسئله نلصقهم نيت مزيانين باش نمشي في حالي طاد القطاع دي مهمه صات لا الا زعما ما كانش الاي كوميرس وما كانش كدا وما كانش اسمي بيان سور ما نمشيش نخدم في ماليزيا الرينغيت ديالهم طاح مات بحالو بحال تركيا العمله ديال تركيا طاحت ومات نعيا ما نخدم نفترض ان فكرت نخدم في تركيا نعيا ما نجمع نقلبوا دولار ما يساوي حتى لعبه فهمتي ما غادي يجيب لي حتى لعبه في الاخر دونك اشنو فين غادي تخدم غادي نمشي نخدم في امريكا اعلى مثلا الانرجي ديالي ملي غادي نبدلها سواء الله يجعلني نكون كنخدم حتى كنوزع البيتزا الله يجعلني نكون خدام حتى زبال فهمتي يعني نكون خدام حتى زبال نتخيل راسي قول لي فين باغي تخدم زبال بيان سور غادي نقول امريكا لان غادي تكون المردوديه دونك الصات غادي نكون خدام غادي نتقاتل الامريكان انا زوينه انا نقول لك الصات امريكان ديال الخدمه صراحه امريكان ديال هي الاعلى مردوديه واللي نقول امريكان نمشي نباركي الطوموبيلات فهمتي ديال عباد الله نخدمي في باركينغ كنباركي الطوموبيلات تاع عباد الله دوك السوان كيتخلصوا مزيان فهمتي هنا امريكان اتس اوكي امريكان هنا مزيانه الاخوان غادي نزيد واحد جوج دقائق وغادي نمشي في حالي وحاجه اخرى هي الصد هادي حسبها على كلشي ماشي على الناس امريكان يا الصد ديما خصك تبقى عايش فقير من الاخر فهمتي دابا المشكله ديال الدراري اللي كطرى الدراري وكيدخلوا شويه ديال الفلوس سواء من الاي كوميرس سواء من خدام في كول سنتر وعطوا 4000 درهم في الشهر سواء خدام في اتصالات المغرب سواء خدام في ماكدونالد وخد 2000 درهم في الشهر سواء خدام في اي خدمه هاد الهضره هادي كتهمك فهمتي سواء خدام في الامريكان نتايا هو الدراري كيبغيو يعيشوا اصاحبي الدراري كيبغيو يعيشوا من النهار الاول كيشد 1000 درهم 2000 درهم 10000 درهم 20000 درهم 100000 درهم بحال هاد الهضره هادي معممه على كل شيء تيمشيو الدراري كيخسروا فلوسهم كامله ما كيبقى عندهم والو لا ريال لا جوج لا التلعب فهمتي هكا كيعيشوا كلشي باغي يعيش كلشي باغي يلبس كلشي صاد لا 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 الا عقلتو على هاد القميجه هادي قدر كتبان عندي عامين هاد قسم بالله الا هذا عندي تقريبا شي عام هذا نفس اللبسه كتشوفوني بها الصاد فهمتي يقدر ندير بان لك اوكي من اوتيل لوطيل كنبارطاجي لوطيلات كنبارطاجيهم بالسميات على عقلش لوطف ما دافاكرز عزيز عليهم يقلبوا من ورايا ويعرفوا داك لوطيل فريمون واش كنت مريح فيه فريمون واش داك الثمن فهمتي تمشيو تي فحال واحد خونا فهمتي هذا واحد من الهيترز صاد ما يمكنش تخلص 3000 درهم الليله في سويتش انا كنعرفك صاد كتعرفني فعلا كنلبس نفس اللبسه صاد ولكن زوكي انا كنعيش الصدر كي كنعيش الفقر ديالي ما كنعيش الحياه فهمتي كنعيش الفقر اللي في النيفو ديالي ملي بارطاجيت سميت لوطيل واني انا كنضحك انا عز عليا هادو الصاد انا كنخسر بهم صاد بالرجوله طلعتي كاين صاد انا ما كنتسناكش انت تقول لي كاين ولا ما كاينش باش نكون انا صحاكي واخا نكون لابس طرقت الميكا غادي في الزنقه كاين فهمتي ما كتسناش صعيب ان القيمه ديالك انت كانسان ما كتحددهاش شنو لابس الصاد ما كيحددهاش فهمتي خاص انا النصيحه اللي غادي نقول لك الاخ اللي كتفرج فيا وخاص تبقى عايش الفقر ديالك الفقر ديال النيفو اللي عايش فيه اوكي اي ام درايفين تنسوق مازيراتي في المغرب المازيراتي هي الفقر ديالي لان واحد اللي في النيفو ديالي خاص تكون عنده واحد اللامبورغيني واحد الماكلارن محطوطه واحد فهمتي هادشي اللي خاص يكون عنده ولكن الصاد غادي نولي ديك الساعه كنفكر بزاف د المصاريف وخاصني نسيبورتي دوك المصاري خصني نكون عايش في واحد القصر اللي غادي يكون كيكلفني غير السيكوريتي ديالو زائد خوتنا اللي كيحشوا الربيع زائد داكشي اللي تجي وليت كلفني زائد الماء زائد تنقيه لابيسين داكشي اللي وليت كيكلفني واحد 10 المليون في الشهر دونك ما نعيش في قصر الصد علاش نخسر 10 المليون في سميتو خلي ديما عايش الفقر اللي في النيفو ديالي الفقر اللي في النيفو ديالي واحد المازيراج الفقر اللي في النيفو ديالي هو الريح في هاد السويت هادي اللي دابا بارطاجيت معاكم اللي انا فيها ب 1400 درهم الليله الفقر هو اللي كنت عايش 3 ايام هادي فهمتي 3000 درهم الليله ديك السويت اللي قبل من 2500 درهم الليلة. الصاد راه انت تجيب لك تقول واو الصاد هذا هو الفقر ديال النيفو ديالي وفي نفس الوقت كنشوف واحد الناس اللي هاربين عليا بزاف
فهمتي كنشوف واحد الناس اللي عاربين عليا جراند كاردون راه مسافر من امريكان سافر لدبي دبي سافر سنغافور سنغافور سافر لتايلاند بحال انا كاين في تايلاند ما عرفتش ليام عاوتاني شايفين هادي يمشي مسافر بطياره خاصه ديالو الصات الا بغى يسافر بطياره خاصه من طياره خاصه ديالو شراها ب 30 مليار شراها ب 30 مليار دونك انا فقير الصات ما يمكنش نمشي عند ما هو كل واحد يعيش الفقر ديالو هو الصات عايش الفقر ديالو انا عارفه هو فهمتي الطوموبيله وما عندوش واحد الطوموبيله جابها لي واحد خونا كادو هذيك سميت ديك الطوموبيله مشات لي السميه ديالها جابها لي واحد خونا كادو فهمتي ما لباس يلبس نفس اللباس اتسوكي الطوموبيله نفس الطوموبيله شي نضاضر واحد النهار لبس واحد نضاضر ويقول لك الصدى عندك صحابكم شريت هاد النضاضره هادو هاد النضاضره هادو ماشي دياولي هاد اللايف هاوني تدي سالي من بعد جوج دقائق هي هذيك نمشي بحال هاد النضاضره هادو ماشي دياولي انا ما نخسرش فلوسي في النضاضر انا هاد الفلوس هادو سيميون نمشي نخسرهم في العقار يدخلوا لي فلوس هاكا هاد الصدى دا كنحتارمو داكشي كيعيش كيعيش الفقر ديالو هو مديبلاسي من الميريكان لسميتو من الميريكان لدبي تقام عليه بالقليله ديال الكيروزين باش يعمر الطياره ديالو تقام عليه بواحد عرفش 10 20 مليون اوكي ما ولكن الصاد حتى هو كيعيش الفقر ديالو بيان سور ماش نقارن راسي به ما نحمقش راسي انا خصني نجلس في النيفو ديالي ونعيش الفقر ديالي الصاد عيش الفقر ديالك الا كنتي كتدخل 5000 درهم في الشهر حاول تعيش ب 2000 وشي 3000 ديك 3000 اللي 3000 ملي تجمعها عام فهمتي 3000 على 3000 على 3000 غتعطيك 36000 درهم انت وعندك 36000 درهم ماشي هو انت وعندك صفر في الحساب الصاد كاين فرق بعد عامين كاين فرق عاوتاني تخدم ديك 36000 درهم بعد عامين تولي واحد 50 مليون وخا هاد القضيه عيش الصات الفقر ديالك ما عندك ما دير ديك كلشي هادي المشكله ديال الدراري كلشي باغي يبان واعر كلشي باغي يتصور انا ما نقدرش نتصور في النيفو ديال جراند كاردون انا ما نقدرش فهمتي انا ما نقدرش على البرايفت جيت اخويا حاليا انا ما نقدرش على داك الحديد اللي كيبارطاجيو شي خوتنا داك الراندال بيتش وشي مراكنه ما نقدرش على اخويا لانه هما عايشين الفقر ديالو تيتصوروا هذاك هو النيفو الفقير ديالو حتى انا اخويا كنمشي على قد جيتي كنعيش الفقر ديالي اصلا كل واحد تيعيش الفقر ديالو الا صيت نقول لك تدخل 5000 درهم عيش ب 2000 درهم كتدخل 20000 درهم عيش ب 10000 درهم اصلا هذاكشي اللي كتجمع هو اللي غادي يبان فيك ماشي داكشي اللي كتضيع داكشي اللي كتضيع كيبان فيك هي دابا ولكن على المدى البعيد غادي يضحكوا عليك الصاد يلا الاخوان تبارك الله عليكم بالتوفيق لكل شيء طلعوا ليا فراسكم الله يعاونكم